السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك والضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فكرة اليوم الاخوان هي كيفية معرفة الذهب الاصلي من الذهب المغشوش. عندنا هنا سلسلة وعندنا هنا خاتم، كيفاش نقدروا نعرفوا فين هو الاصلي وفين هو المغشوش؟ ما نقدروش نعرفوا، هيك كنحتاجوا هاد الحجرة السوداء وهاد الماء العيار اللي تقدر تلقاو عند الذهبي والصائغ. كناخدو السلسلة بحال هكا، تنحكوها بهاد الطريقة هادي الحجرة السوداء، كناخدو الماء العيار كنوضعو عليها بحال هكا. شكون كنلاحظو؟ اختفى. هذا يعني بأن الذهب مغشوش وليس صافي وليس أصلي. كناخدو الخاتم اللي هو أصلي، كنقومو بالحك ديالو الجانب ديال السلسلة، كنعاودو نفس ناخدو العيار مع العيار بحال هكا. هنا كنلاحظو الفرق، الخاتم بقى أما السلسلة تحيدات. فهذا هو الفرق ما بين الذهب الأصلي والمغشوش، يمكنكم تعرفوه بماء العيار فقط. كاين بزاف ديال الطرق، إلا بغيتو قولوها لي في كومونتير، غادي ندير لكم فيديوهات أخرين. وشكرا لكم.